نجيب الريحاني بذكاء كان يوظف كل ما يعرفه من أصدقاء أو من ظروف أو من ملابسات، لدرجة إنه كان مثلا في كازينو دي باري كان موجود الكسار، فراح يشوف الكسار بيعمل إيه، عايز ينجح زي الكسار، فتعلم منه إنه يعمل الاستعراضات، فخد فكرة الاستعراضات من مين؟ من علي الكسار. لم يستنكف ان هو ياخد من غيره، ودي سمة الفنان الذي يثق في نفسه. كان نجيب الريحاني يفتش دائما عن الحلول ويطور من أدواته الفنية حينما يتراجع شباك التذاكر. ففي مفاجأة غير سرة للريحاني بدأ الجمهور يتهافت على المسرح الاستعراضي لمشاهدة علي الكسار الذي بدأ يتلألأ ويهدد عرش الريحاني في شارع عماد الدين. الاثنين كانوا في وقت من الأوقات بيتقاسموا أعلى الإيرادات في المسرح، والاثنين كان بينهم قاسم مشترك إن كل منهم ابتكر شخصية، شخصية عثمان اللي عملها علي الكسار، وشخصية كشكش بيه اللي ابتكرها نجيب الريحاني. وكان التوتر بينهم وصل لفكرة إن العروض بتاعتهم كمان بترد على بعض، يعني لما علي الكسار يعمل رواية يسميها راحت عليك، وكأنه بيقول لنجيب الريحاني راحت عليك أنا بقيت أخد أعلى إيرادات، فيعمل نجيب الريحاني رواية فيسميها ولو، لا ما راحتش عليا أنا لسه موجود. نجيب الريحاني مع شقيق أو ضرب أو رفيق الضرب علي الكسار، ولما نذكر الريحاني لابد أن نذكر الكسار. هما الاتنين الحقيقة وجهين لعملة واحدة، هما الاتنين في نفس الفترة 1916. نجيب الريحاني وعلي كسار مثل شقي المقص، كانت المنافسة بينهم شديدة جدا، ولكن الاتنين خلقوا طيار للمسرح الكوميدي. فدي كانت منافسة شريفة، أنا في اعتقادي أنها أثرت الحالة المسرحية والحالة الفنية في مصر، مش سببت لها مشاكل، لا بالعكس، ده هي أدت إلى انتعاش الحركة الفنية وانتعاش الحركة المسرحية. ده بيقدم كشكش بيك وده بيقدم بربري، مصر الوحيد اللي هو علي الكسار، فده كان مهم جدا أن تحدث مثل هذه المنافسات بين الفنانين.